السلام عليكم ليكيب. اليوم رانا في سطاب تاع تيزي وزو، رايحين نتفرجوا الماتش تاع جي اس كا كونتر مولوديا. خلا يكون الماتش شباب، هاي الحالة غاشي شباب الله يبارك، ونخلونا نطلعوا حتى السطاب دوك نزيدو نشوفو. على كل حاجة هكا كبر عطاونا انفيتاسيون. كما راكم تشوفوا مع الاول قعدنا الفوق قدام الكاميرا، وبعد هبطنا للبي اي بي. وهنا هم لي سبورت تاع مولوديا، طولوا لهم هذا الفيراج ومازال يزيد يكبر مع يتعمر الفيراج اكثر في يدخلوا كامل. هنا الباقي كامل تحجر على كل حال، حنا مخلصين. وهم هنا يدخلوا لي كيف تجي اصبر باش يبداو يشوفوا. وهاوليك شكل تاع راس واحد اللي قاعد قبلكم في الماتش بالفوركي. الترينور هنا شاف بلي ماهوش تعبان مليح كامل. وهاو لي قال لي زي جاستا. Sejuí, tá? Valeu.
صادق ها من حيث تعالى بلد كله هو ولا الفار وعطالو كارطة حمراء. انا في رأيي ما يستاهلش كارطة اللي غلطت صافي ما يستاهلش كارطة. وانتم قولوا لنا رايكم في التعليق. زادوا لهم 6 دقائق. خاوز زوج دقايق وما حب يخرج حتى الله يبارك ماتش باب التفريق على الاخرى علاش نربحو كيفه الله يبارك مولود هاهم شايفينك بزاف شايفينك بزاف شحال ما حد تصور معك اليوم حبوا يتصوروا معك قال لك تبقى عفسه كبيره شكوني كابين يا ودي شحاته كبيره انا الله يبارك المهم ليكيب هذا هو الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم عبالي بلي عجبكم بالخصان تاع تيزي وزو تاع حسين اي تحمل شباب بزاف الله يبارك وبلا ما تنسى دير جيم ابوني وبارطاجيه مع صحاب ايوا كاين نفسه مهمه تنظيم اليوم ما شاء الله الله يبارك جامي شت ماتش كيما جا اليوم.